اقترحت علي واحدة من البنات من بناتي إن إني أزور رؤية الحياة. وهالوقت كانت تسوي زراعة سن عند دكتور خالد. فكلمها دكتور خالد قال لها تعالي خليه يبوك وشوف شنو حالته. أول ما دخلت على دكتور خالد شاف التركيبات قال التركيبات كلها غلط. والحل إنه 1 2 3 نغير هذا كله ونبدأ من جديد. قلت دكتور أنا عندي فوبيا من إبر البنج والمستشفى بشكل عموم. قال لا احنا عندنا التخدير العام. التخدير العام يوفر عليك الوقت كله. ألم الجلسات المتكررة هذه راح تروح منك. للأمانة أنا كنت متخوف. بس قال لي أنت شوف وفحص وهذا. رحت حق دكتورة نفيسة ما التخدير العام. للأمانة المرة يعني طمنتني بزيادة وزيادة. والفحوصات اللي سووا لي إياها رأي الحياة من تخطيط قلب من ضغط من خليك تطمن هم بعد بزيادة. توكل على الله دخلنا التخدير العام. التخدير العام بالضبط مثل حلم. تنام تقعد عندك ضروس جديدة. لا عوار يحوشك. تنسى شيء اسمه عوار. المرحلة كلها مجرد جلستين مثل ما يقولون. أنا أشيل وأنا أركب. بعدها بأسبوعين أنا ركبنا الأطقم. بعد ما ركبنا الأطقم النتيجة كانت أنا كنت متوقع أن 60% 70% بموجب الخرابات اللي صارت من قبل خلال 10 سنين اللي ضافت. الأمانة أنا خذيت نتيجة 120%. ما كنت متوقع يعني. حتى اللي شافوني ربعي أهلي كلهم تشجعوا أنه يجون رؤية الحياة ويسوون نفس الطريقة. فأنا شاكر لهم. شاكر لهم أهما طاقم الطبي المستشفى عموم موظفين الاستقبال اللي رحبوا بشكل غريب عمري ما شفته. لا بمستشفى لا بعيادة لا بشخاص. يعني أقدر أقول إن رؤية الحياة كسر الحاجز بين الطبيب والمريض. الخوف اللي كل الناس تعرفه من طب الأسنان. نقلوا طب الأسنان نقلة نوعية غريبة بالكويت. ليش مرتاح؟ تطلع مرتاح.